إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في هذه الصورة يجوز لك الكذب تنمي الخير يجوز. وبالمناسبة كي هضرنا على الصلح بين الناس، الناس كي يعرفوا فلان راه معادي فلان يزيد يجيبوا البنزين، تعرفوا البنزين ليسونس، قال هضرنا بالعربية أنا قلت البنزين ويقول هضرنا بالعربية ليسونس، ليسونس هي العربية ياك. الناس كي يعرفوا هذا معادي هذا الناس تعفيتنا ولا غير الناس تعفيتنا إلا من رحم الله. واحد كي يعرف معادي معادي الاخر واش يزيد يجيب يجيب البنزين ويجيب له هذيك الشعاله هذه ويوقد النار ويخليها شعله بيناتهم. في الثانيين يحبوا الشر، يحبوا الفتنه، يحبوا المقاطعه، يحبوا العداوه. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف كاين النافلة نتاع الصيام وكاين النافلة نتاع الصلاة، كاين حاجة عند ربي أفضل من نافلة الصلاة ومن نافلة الصيام، وش هي؟ الصلح بين المتخاصمين. تروح تصلح بين زوج متخاصمين قل لهم اتقوا الله أنتم خاوة في جنب الله إنما المؤمنون إخوة، أنتم خاوة والمسلم أخو المسلم، وأنتم ربي يجمع بيناتكم برابطة الدين والعقيدة والإيمان. الشيء اللي راكم فيه ما يصلحش وما يركبش على مشهد العداوة. والأمر الأمر ذوك تعدى حتى للأرحام، الفاميليا، الفاميليا نتاعنا، أروح تشوف الفاميليا تاعك، ادخل تشوف ولاد العم بيناتهم، ولاد الخال بيناتهم، الارحام تاعنا كيفاش راهي راكبه يا ودي؟ غيرهم روح لعمك فلاني ما نهضرش معاه انا، كي كان بابا حي دارنا ودارنا ودارنا ما نهضرش مع عمو. خالك وجا من عمره تروح تبارك له ما نمشيلوش، قال يدح قيمة ما نهضرش معه، هذا ما يهدر مع هذا وهذا ما يشوف في هذا. أرحام مقطعة، مقطع الأرحام نتاعنا، والكبيرة كامل اللي ما يهدرش مع والديه يسمع الخير والخمير، اللي ما يهدرش مع الأب والأم نتاعو وكان ساكن عندهم نهار خرج بدارو زاد هجرهم، لا يزور الوالدين ولا يكلمهم ولا يسلم عليهم ولا يمشي لهم ولا يسأل عن أخبارهم ولا أحوالهم، خلاص